قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أن بشار الأسد هو المشكلة في الأزمة السورية وليس الحل، مؤكدا خلال زيارة للعاصمة اليونانية أثينا على الحاجة لعمل متواصل للتوصل إلى حل سياسي، في وقت أبدى فيه رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو رفض بلاده لأي مرحلة انتقالية لحل الأزمة التي تشهدها سوريا تفضي ببقاء الأسد في السلطة. وقبل يوم من اجتماعه في فيينا قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن بشار الأسد هو العقبة الوحيدة أمام حل سياسي في سوريا. من جانبه شبه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بشار الأسد بالمغناطيس الذي جلب المقاتلين الأجانب إلى داعش وهو سبب في انتشار داعش في سوريا، وأوضح الجبير أن إبعاد الأسد هو الحل الأمثل للقضاء على داعش. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن الأسد أبلغه أثناء زيارته الأخيرة لموسكو بأنه مستعد للتفاوض مع بعض ثوار سوريا إذا كانوا ملتزمين بالحوار ومكافحة داعش. معي من الرياض الدكتور محمد الزلفة عضو مجلس شورى السعودي سابقا، مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور محمد. يعني مؤخرا بعد التصعيد العسكري الروسي في سوريا هناك تصعيد لافت سياسيا بعد مرحله من الجمود في الاونه الاخيره بالملف السوري، ماذا يحدث؟ ما اللافت الذي يجب ان نعرفه اليوم في التطورات السوريه خلف الكواليس؟ ماذا يحدث دكتور محمد؟ أحدث شيء على موضوع الملف السوري هو التدخل الروسي بهذه الكثافة، سواء بداية تدخل عسكري ولا زال، ومحاولة تكثيف المساعي السياسية للبحث عن حل سياسي، ومن ضمن هذه المساعي دعوة بشار الأسد إلى موسكو، و الكثير من المراقبين كانوا يعتقدون أن بوتين سيوجه إلى الأسد الرسالة الأخيرة بأنه الناس لا يجمعون على ضلاله، الناس يجمعون على أن الأسد هو مشكلة ومن يقف مع الأسد. الآن وقد اجتمعت اللجنة الرباعية في فيينا وكنا نتأمل ولا زلنا نتأمل أن نخرج بحل، ولكن هناك ما يشبه الإجماع الدولي على أن الأسد هو المشكلة. وطبعا الأسد ربما ليس له من أمره شيء، الأمر كله أوله وآخره في يد إيران، إيران التي استبعدت أن تكون طرفا في محاولة البحث عن حل للمشكلة السورية لأنها هي خالقة هذه المشكلة مع نظام الأسد. ولذا ننتظر الأيام القادمة ماذا ستفرج عن المساعي، خاصة الأوراق كلها تقريبا أصبحت في يد بوتين. هل بوتين سيكون مخلصا صادقا مع شركائه في البحث عن حل لمشكلة سوريا ويستطيع أن يضغط على الأسد ويضغط أيضا على إيران أن الأسد وإيران لا يجب أن يكون لهما وجود في حل مشكلتهم، هم الذي صنعوها وعلى رأس الإرهاب مثل ما قال وزير خارجية السعودية عادل جبير. طيب ولكن هذا الحديث هل ما زال ممكنا اليوم أنه ما زلتم تعولون على أنه روسيا تقتنع بأنه يجب على الأسد الذهاب لأنه أصلا عدم الوجود بمرحلة الحل لأنه المشكلة؟ لانه يعني بتصريحات بوتين امس قال بانه قال له بشار الاسد بانه مستعد للتفاوض مع بعض ثوار سوريا، حديث الذي كنا نسمعه دائما صحيح اذا كانوا ملتزمين بالحوار اذا كانوا ومكافحه داعش. وعين الاشكال مع كلمه اذا، من هم الذي يريد التحاور معهم الاسد؟ ربما فئات هم اللي يعني هو صانعهم. إنما الشعب السوري الآن أغلبيته الساحقة ما بين مهجرا في داخل بلده أو مهجرا أو مهاجرا خارج بلده، لاجئ خارج بلده بالملايين. يعني حتى لو الرئيس بوتين قال يبقى الأسد، يبقى على من؟ يحكم من؟ هذا السؤال. ثم هل بوتين قادر على أن يستمر في المحاولات بالحل العسكري؟ أعتقد هذا أمر مكلف جدا جدا لروسيا ولا يزيد المشكلة إلا تعقيدا،
ولكن اعتقد انه هو ايضا تورط ولا بد ان يخرج نفسه من هذه الورطه بان يكون مصطفا الى جانب اولئك الذين يقولون عن حق. نعم، هو حتى لو كان قادرا على المضي قدما بالموضوع العسكري، حتى لو كان مكلف الروس طبعا دكتور محمد، هل يستحق هذا الثمن؟ يعني ما تقوم به روسيا اليوم في سوريا، هل يستحق الموضوع؟ وهل ستبقى روسيا هكذا إلى النهاية؟ إلى متى بعدين؟ أنا أعتقد هذا هو السؤال الجيد. يعني الشعب الروسي كان يبحث عن بطولة، يبحث عن موقع له بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن هل يتحمل هذه الكلفة الضخمة على الاقتصاد الروسي، على ايضا معاداة الشعب العربي والعالم الاسلامي كله اذا استمر بوتين يحارب الى جانب الاسد في قتل الشعب السوري او ما تبقى من الشعب السوري؟ فاعتقد ان روسيا تغامر بمستقبلها السياسي في هذه المنطقة، وفي الاخير حتخرج خاسرة، وحيخرج ايضا من جاءت للدفاع عنه خاسرا، وايضا ايران التي هي صاحبة المصلحة ستخرج في الاخير خاسرة، ولكن بعد ان كما يقولون بعد خراب مالطا، يعني تهجير سوريا وتهجير الشعب اللبناني السوري واجباره للجوء في كل مكان اصبح مشكله عالميه الان. صحيح، انا اشكرك جزيلا من الرياض دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس شورى سعودي سابقا، شكرا على مشاركتك القيمه.